مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد متابعة حضرتكم جميعا من خلال هذا اللقاء المتجدد من برنامج وقولوا للناس حسنى، وأتناول مع حضرتكم ومع ضيوفي الكرام التسامح وأهميته في المجتمع. التسامح معناه إن إحنا اللي هو موضوع التغافل عن الأخطاء، مسامحة الآخرين، ولازم نحط قدامنا قاعدة كده قالها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول في الحديث كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. طيب خير الخطائين التوابون، اعترف بخطئي وبعدين لما اجي اعتذر لك انت برضو المفروض تقبل هذا الاعتذار وبعدين تسامحني، فيبقى في عفو وتسامح منك. وربنا سبحانه وتعالى اثنى على من يقضمون غيظهم ومن يعفون عن الناس، فيقول سبحانه وتعالى والقاضمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. القاعدة ان انا قلتها ديت ان احنا نتغافل وان احنا نسامح البعض، لانها في مجتمع متشابك ما بين اسر وما بين علاقات مجتمعيه واسريه، والانسان مش هيسلم من كلمه تؤذيه او يسمع لفظ يجرحه او حتى موقف يعصبه، لكن مش هنقف على المواقف، مش هنقف على الكلمات، وانما نعفو ونصفح كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفوز بالعفو والصفح حتى يعفو الله ويسامحنا يوم القيامه. أرحب بفضيلة الشيخ سيد عبد المنعم أبو السعود من علماء وزارة الأوقاف، مرحبا بك. أهلا وسهلا بحضرتك سيدي. كما أرحب أيضا بضيفي الكريم فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العظيم من علماء الأزهر الشريف، مرحبا بك يا مولانا. أهلا مرحبا بحضرتك. يعني دعني أبدأ كده بحضرتك مولانا الشيخ أحمد وأقول لك مفهوم التسامح. احنا زي ما قلت كده في مجتمع ممكن اتعرض الى اساءه، ممكن اتعرض الى موقف، ممكن اتعرض، ولكن الحياه مش محتاجه الى محاسبه على كل كبيره وعلى كل صغيره. يعني الحياه حتى محتاجه الى نوع من التغافل شويه. كيف يعني اعرف التسامح في القران الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هو في الحقيقة التسامح لفظ لو تأملنا فيه نلاقي أنه التسامح غير السماح أو المسامح. التسامح الوزن الصرفي حتى بتاع الكلمة هو وزن التفاعل. التفاعل معناه وجود فاعلين، في اتنين بيشتغلوا في الموضوع مش واحد بس، في طرفين. فالتسامح معناه مبادلة السماح. يعني ايه مبادلة السماح؟ يعني كأن ربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا ان احنا نبقى مجتمع بالكامل عنده فكرة السماحة، مش طرف طول الوقت هو اللي بيسامح وطرف رافض المسامحة زي ما بعض الناس نسمع منهم دايما، زي ما حضرتك تفضلت كده، ما عندوش فكرة التغافل، زي ما بيقولوا بالبلد كده بيقف للناس على الواحدة، فلان عمل كذا وفلان عمل كذا، طب يا سيدي ما هو اعتذر لك، يا سيدي ما هو قال لك ما اقصدش، يا سيدي كذا، لا يقبل عذرا من احد. لما يجي هو يتحط في نفس الموقف يبدأ يبرر ويطالب الناس ان هي تسامح، ايه المشكلة؟ طب ما انا عندي عذري وعندي مبرري، ما انا عندي كذا، طب ما انت كنت قدمت السبت من الاول، كانت من البداية بالظبط. الخطورة في الكلام ده انه انا لازم اتعود على كده، مش عشان دلوقتي بس، علشان يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يعاملني بمعاملتي مع الناس. لو انا شخص لا اقبل اعذار من احد، وزي ما قلنا كده بتلكك ان انا اعاقب اي حد على اي حاجة بيعملها وارفض منه العذر، طب لما اجي قدام ربنا سبحانه وتعالى يوم الحساب وربنا يعد علي ويحصي علي اخطائي، واجي اقول له يا رب اعتذر واغفر لي يا رب، منتظر ان ربنا سبحانه وتعالى هيعاملني ازاي؟ هيعاملني زي ما أنا كنت بعامل الناس. لو أنا كنت بغفر ربنا هيتجاوز وهيغفر. مصلحتي إن أنا أسامح غيري من مصلحتي، لأني لما أقف قدام ربنا سبحانه وتعالى أنا أحوج لمغفرة ربنا ومسامحة ربنا سبحانه وتعالى ليا من الشخص اللي قدامي ما هو محتاج مسامحتي ليه. فبالتالي أنا بعمل الحاجة الأقل الأهون على نفسي اللي يهونها على نفسي، لأن بالمناسبة فكرة الاعتذار أو المسامحة في الحق فكرة تقيلة على النفس جدا، مش هنضحك على بعض، مش سهل إن حد يبقى له حق عند حد وأقول له بمنتهى البساطة سامح فيسامح، هي تقيلة جدا على النفس. بس اللي يخففها ويخلي الإنسان يصبر على أثرها على النفس إيه؟ إنه يعرف إن عوضها عند ربنا سبحانه وتعالى في موقف أعظم بمصيبة أكبر أنا أعملها وربنا يقول لي اذهب فقد غفرت لك. الشيخ أحمد، يمكن يعني المشاهد يقول لك ما هو برضك إحنا عندنا مفاهيم مغلوطة. وإحنا محتاجين من خلال هذا البرنامج ومنبر هذا البرنامج إحنا نصحح بعض هذه المفاهيم. في مجتمعنا المعاصر يقول لك أصل اللي بيسامح بيسموه إنسان ضعيف.
يعني لو تسامحت يبقى انا انسان ضعيف، وما اللي يغلط فيا لازم اخد حقي بالقوه. هذه الامور المنتشره بين الناس تجعل من عمليه التسامح عدم انتشار مجتمعي. لا يستطيع المسامحه الا الانسان القوي. صحيح. حتى لما جينا نتعلم في ديننا الحنيف مساله العفو والمسامحه خدناها كده كمبدا او كعنوان ومصطلح معروف، سميناها العفو عند المقدره. ما تقلش العفو فقط وسكتنا. صحيح. العفو عند المقدرة معناها إيه؟ نفتكرها مثلا بموقف لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة. في فتح مكة كان يستطيع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إنه قبل ما يتحرك من المدينة يؤمن أهل مكة على نفسهم وما يعملش أي إجراء، ويعرفهم مقدما إنه هو سامح الناس كلها في حقه وفي حق المسلمين، ويبقى في أمان واطمئنان للجميع من البداية. لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش كده. سيدنا النبي دخل المكان، وضع يده على الأسرى أكثر من 6000 أسير، وقفهم قدامه الأول، وبعدين بدأ يتكلم ويقول لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ خلاص أنتوا في إيدي أهو، أنا بقيت قادر عليكم، خلاص بقيت أنا اليد العليا في الموضوع، ولو قررت أن أنا عاقبكم خلاص أنتوا في إيدي وهعاقبكم في لحظة، وبإشارة من صباعي زي ما بيقولوا إنجاز التعبير أقدر أنفذ فيكم حتى ولو حكم الإعدام. ولكن في النهاية يقول لهم إيه؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء. لو كان قال الكلمة دي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يتمكن منهم، كان أصحاب النفوس الضعيفة هيقولوا زي المعنى المغلوط اللي حضرتك كنت بتتكلم فيه دلوقتي، لا هو لو قادر يعمل حاجة كان عملها. صحيح. لكن أنا لازم لما أسامح أسامح واللي قدامي على يقين أني كنت أقدر ما سامحش، وكنت أقدر أن أنا أطالب أو أخذ حق. لا يسامح إلا قوي. أتجه بهذا الكلام إلى فضيلة سيدنا الشيخ سيد عبد المنعم أبو السعود، وأقول لك يا أخي حتى اللي بيسامح نفسه يجنح إلى تنفيذ آيات القرآن الكريم. نعم. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. نعم. ماذا يكون المجتمع وتتخيله لو انتشر فيه الثقافة ثقافة التسامح فعلا بنا جميعا؟ نعم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ولا سيما عبده ورسوله المصطفى. ثم أما بعد، مشكلتنا يا أستاذ عيد إن احنا لا نقرأ القرآن، وإن قرأنا لا نفهم القرآن. مراد الله جل وعلا في القرآن إن هو قص علينا قصص السابقين، مش من باب سرد الأحداث وحسب، لا، الله جل وعلا أراد أن يعلمنا لنأخذ الدروس والعبر. سيدنا إبراهيم لما سأل ربه جل وعلا سأله أن يرزقه قلب سليم، قال إذ جاء ربه بقلب سليم. القلب السليم هو الذي وصفه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، قال يدخل الجنة سليم الصدر مخموم القلب. فقالوا يا رسول الله نعلم سليم الصدر، فما مخموم القلب؟ قال مخموم القلب هو الذي لا يحمل فيه إثم ولا بغي ولا غل ولا حقد ولا حسد. إذن السلام النفسي والسلام الصدري هو الذي يجعلك تعلو على الناس بأخلاقك وتسمو عليهم بحسن معاملتهم. السماحة والتسامح مأخوذ من المادة سمحة التي تدل على السهولة واليسر. الإنسان ده متسامح، الإنسان ده سهل ولين. لذلك سيدنا النبي قال حرم على النار كل سهل لين بسيط. فأنت لما تحمل قلبا قويا غليظا، إذن أنت تملك يعني بضعا من قلوب أعداء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا عيسى لما مر على أناس وقالوا فيه شرا فرد عليهم بخير، فقال بعض الأحبار يا نبي الله يعني هم يقولون شرا وأنت تقول خيرا، قال هم يتعاملون بأخلاقهم وأنا أتعامل بأخلاقهم. الله. إذن نحن بحاجة أن نري الناس منا أخلاق الإسلام، لأن سيدنا النبي علمنا قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الله. حتى الكلام الطيب يخرج منك ليعلم الناس. الصمت في حد ذاته هو علام. سيدنا أبو بكر الصديق لما أراد أن يعاقب مصطح ابن أثاثة لما خاض في عرض السيدة عائشة وأراد أن هو يمنع عنه الفلوس اللي كان بيديها له والعطاء اللي كان بيديها له، من الذي دفع عنه؟ إنه الله. قال الله جل وعلا ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساك والمهاجرين في سبيل الله. ثم قال الله جل وعلا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال سيدنا أبو بكر لا أحب، نعم أحب يا رب أن تغفر لي ذنبي، وعاد إلى الصدقة مرة ثانية. إذن نحن بحاجة أن نتعامل أن من أراد
أن يعامل الخلق فليعاملهم بأخلاقه هو لا بأخلاقهم هم. ولذلك قال علماؤنا إن بينك وبين الله ذنوب لا يعلمها إلا الله، فإذا أردت أن يغفر الله لك ذنبك فاغفر أنت لعباده. الله. لازم يكون عندك مبدأ السماحة، حتى كما تفضل الدكتور أحمد في بداية حديثه، حتى تطلب من الله العفو والسماح، فتكون أنت سمح النفس، طيب القلب، عفيف اللسان، طيب الأثر. صحيح. تموت الناس ولا يموت آثارهم، ولا تموت سيرهم بين الناس. تذكر سير ناس ماتوا أصلا قبل أن نراهم، يقول لك فلان ده كان طيب القلب. صحيح. فلان ده كان مسامح، فلان ده كان بيجمع الناس. وعلى النقيض تماما يقول لك فلان أعوذ بالله منه، ده كان راجل شرير أراحنا الله منه. إذن نحن بحاجة أن نتعلم أن فمن عفى وأصلح فأجره على الله. نعم. عود على بدء. صحيح. هذا ما تفضلت فيه. نعم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا شئت أن تحيا سليما من الردى ودينك موفور وعرضك صين، لسانك فلا تذكر به عورة مسلم فكلك عورات وللناس ألسن، وعيناك إن أبدت إليك ما ساوية فدعها وقل يا عين للناس أعين، وسامح بمعروف وعاشر من اعتدى ودافع ولكن بالتي هي أحسن. ترحيب بحضراتكم جميعا كما وجد الترحيب ضيوفي الأعزاء، وهرجع إلى ما كنت عليه قبل الفاصل مع فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العظيم من علماء الأزهر الشريف، وأقول لك يعني هو إيه قيمة الخطأ اللي حصل، أو يعني مثلا نضرب مثال عشان المشاهد ما زعلش مننا، حتى لو حصلت مشادة كلامية بيني وبينك، ما هو ده مش يعني مشادة كلامية في الآخر، حصل خلاف في الرأي بيني وبينك أو في الفكر بيني وبينك، هذا لا يؤدي أيضا إلى التخاصم وعدم التسامح. سيدنا يوسف عليه السلام ضرب أروع الأمثلة. نعم. زي ما حضرتك ذكرت، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء كلهم على طريق واحد، خدوا ابنه ورموه في البير وبيع، وبعد كده اتهم في جريمة زنا، وبعد ده كله لم، وكان السبب في ده كله هم الإخوة الأخوات. نعم. يوسف. صحيح. عليه السلام. صحيح. ومع ذلك قال كلمة واحدة لما أبوه قال لا تثريب عليكم اليوم. نعم. احنا عايزين ننشر موضوع الثقافة المجتمعية عن التسامح. نعم. هو في الحقيقة لازم نشوف علشان نحل مسألة نشخص ايه السبب الرئيسي بتاعها علشان نعالج السبب ما نعالجش الأعراض. صحيح. ايه اللي بيخلي زي يعني هاخد المثال اللي حضرتك تفضلت بيه. نعم. لما قلت لو حصل مثلا لا قدر الله طبعا مشكلة بيني وبين الأستاذ عيد، ايه اللي بيخلي المشكلة دي تتفاقم؟ أيوة. وايه اللي يخلي يحصل عناد ويحصل مكابرة فيها؟ الحاجة اللي بيسميها العلماء حظ النفس. أيوة. يعني ايه حظ النفس؟ ان انا دايما باصص للأنا، باصص ان انا فلان، انا ما ينفعش يتغلط في حقي، انا ما ينفعش يتقال لي كذا، انا ما ينفعش اتحط في موقف كذا، وباصص للي قدامي وعمال اقارن نفسي بيه، هو لو فلان عمل لي كذا يبقى هو بقى اعلى مني في الموقف الفلاني، لازم انا انتقم بكذا، لازم اعمل بكذا. الاسلام لم يعلمنا ذلك. الاسلام لم يعاملنا ان نتعامل مع الخلق للخلق، ولكن علمنا ان نعامل الله في خلق الله. نعم. انا بتعامل مع حضرتك بس نيتي ووجهتي، البوصله بتاعتي انجاز التعبير في التعامل، هي الاتجاه بتاعها ربنا سبحانه وتعالى. انا مش بعامل استاذ عيد علشان استاذ عيد بيعاملني كويس فانا برد له المعامله الكويسه، او العكس مش ببدا معاه بالمعامله الكويسه علشان مستني منه معامله في المقابل تكون كويسه، لا، انا مستني المعامله الحسنه دي من قبل الله سبحانه وتعالى. لو انا تاملت هذه النيه وفضلت نصب عيني طول الوقت، مش هيبقى فارق معايا في احساني وفي مسامحتي وفي مبادرتي بالخير مع الناس، مش هيبقى فارق معايا أي رد فعل، هل هو جازاني للإحسان بالإحسان أم جزى الحسنة بالسيئة، مش موضوعي، لأن مش ده اللي أنا ملتفت ليه أصلا، أنا مستني التحويشة الكبيرة إنجاز التعبير عند ربنا سبحانه وتعالى. فضيلة الشيخ أحمد، يعني يحافظ الإنسان على كينونته. صحيح. وعلى خلقه. يعني في بعض الناس يقول لك إيه، يعني مثلا ده إنسان غليظ عامله غلظته ما تسامحوش، وده انسان مثلا نصاب عامله بان هو نصاب، وده انسان، طب ما انا شخصيتي هتضيع بين هؤلاء. صحيح. الناس جميعا. صحيح. ومش هحفظ يعني مش هحفظ برضك هويتي وشخصيتي وكرامتي بين هذه الاشكال المتنوعه. صحيح. انا كده خدت من كل واحد. صحيح. فيهم الصفه السيئه اللي فيه للاسف. طيب. وهنا كده بنرجع الى صفه النبيين مره اخرى. هرجع الى سيدنا الشيخ سيد، بيقول لك الإمام الشافعي رحمه الله بيقول، ما احنا اتفقنا في اول مقدمه على ان نعم. كل خطا. نعم. مفيش انسان سليم من الخطا. نعم. يعني او سليم من الخطا. نعم. فبيقول الناس داء، انت ممكن تبتلى منهم. نعم. ودواء الناس
قربهم. نعم. لازم انك تقربهم. طب التقارب ده لازم أن يكون فيه مسامحه عشان اقرب منهم. نعم. وفي اعتزالهم قطع للمودات. ما انا برك لما سمحتش فلان وفلان وفلان انا مش عايش في مجتمع لوحدي. نعم. وبرضه مش هنقي ناس على مزاجي انا وعلى تشكيلتي انا. احنا في مجتمع مختلف الصفات، مختلف الاطباع، حتى في الضاد نفسها. نعم. خليني اقول لحضرتك وفضيله الدكتور احمد ان اصل كل خلاف في الارض، أصل كل خلاف إما مقصود لم يفهم أو مفهوم لم يقصد. نعم. بمعنى التثبت في الأمر. الله جل وعلا قال حفاظا على أعراض الناس، كل الناس، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. حضرتك محتاج تتثبت، بس ارفع السماعة وقول للدكتور أحمد الدكتور عيد قال لي كذا كذا، أنت قلت علي كذا، بس في دقيقة وربع هتفهم مقصود لم يفهم أو مفهوم لم يقصد. يقولك لا والله أنا ما أصدتش كذا، أنا أصدت كذا وكذا وكذا. الحفاظ على دعني أستوقفك عند هذه النقطة. نعم. لأنها فعلا دي جميل أو أحييك. نعم. عليها اللي هو فعلا لازم أسأل وأتبين وأتثبت. نعم. وبرضو ناخد منها درس جميل، ما خدش الكلام على محملي وفهمي. أحسنت. أنا أحسنت. يعني ما خدش الكلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول التمس لأخيك 70 عذرا فإن لم تجد له فقل لعلي نسيت واحدا. صحيح. هي الفكرة كده، لو رحت للدكتور أحمد قلت له أنت تظهر هيقول لك لا والله أنا ما أقصدش أن أنا مش هاجي الحلقة مع الدكتور عيد، أنا أقصد أن أنا ارتبطت بمعاد فاتصلت اعتذرت. يعني انت اعتذرت مش عدم تقدير ليه. انا اعتذرت. صحيح. فهو اصله الخلاف، تاني عشان المشاهدين يحفظوا الكلمتين دولت، اصل كل خلاف اما مقصود لم يفهم او مفهوم لم يقصد. إذن نحن بحاجة أن نتعلم أن الإصلاح بين الناس والتسامح الذي تولى رعايته هو من؟ الله. تخيل أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع الصحابة يوما، فسيدنا النبي ابتسم فقال سيدنا أنس ما لي أراك مبتسما يا رسول الله؟ قال لعبدين جثيا بين يدي الله يوم القيامة. فقال أحدهما يا رب خذ لي مظلمتي من فلان. تخيل بقى أنه يشتكي للكبير المتعال، فيقول العبد يا ربي فنت حسناتي، خلاص ما عنديش حسنات أقدر أرد بها المظلمة، الناس كان عندهم لي مظالم وخلصت. فالله جل وعلا يقول لصاحب المظلمة أتسامح؟ تسامح أخوك؟ فيقول يا رب خذ لي حقي، أنا عايز حقي، مش عايز أسامح، مش وقت التسامح ده. فالله جل وعلا يقف موقف الحكم العدل بين عباده، فيقول لصاحب المظلمة ارفع رأسك، فيرفع رأسه فيقول ما شاء الله. يقول ماذا ترى؟ يقول أرى مدائن من فضة وقصورا من ذهب ملألأة باللؤلؤ والياقوت، لمن هذه القصور وهذه المدائن؟ فيقول ربنا جل وعلا لمن يدفع الثمن؟ فيقول العبد الفقير ربي ومن يملك الثمن؟ فيقول الملك جل وعلا أنت تملك الثمن. فيقول وثمن ذلك ماذا؟ فيقول بعفوك عن أخيك. قال إن عفوت أملك هذا؟ قال نعم. قال أشهدك ربي أني قد عفوت عنه. فيقول الملك جل وعلا فخذ بيد أخيك وادخل إلى الجنة. الله. إذن الذي يتولى العفو والتسامح بين الناس هو ربنا جل وعلا. فقيمة العفو والتسامح قيمة لا يعرفها إلا الكبار إيمانا وعلما وعقلا وخلقا. لذلك طائفة من الناس كما قال علماؤنا في السند الذي لا يصدق ولا يكذب ولكن يؤخذ به في فضائل الأعمال، يخرجون من القبور إلى الجنان فيقول لهم رضوان خازن الجنة إلى أين؟ فأنتم لم ينصب لكم ميزان ولم ينشر لكم ديوان، كيف تدخلون الجنان؟ فيقولون يا رضوان أولم تقرأ القرآن؟ فيقول وأي شيء من القرآن أقرأ؟ فيقولون قول الله جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فيقول وكيف كان صبركم؟ فيقولون كنا إذا ابتلينا صبرنا. الله. وإذا جهل علينا غفرنا. وإذا جهل علينا غفرنا. وإذا أذنبنا استغفرنا. فيقول رضوان فادخلوا الجنة بما صبرتم لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. عليك. يعني هرجع إلى فضيلة سيدنا الشيخ أحمد وأقول لحضرتك، يعني سيدنا الإمام زين العابدين رضي الله عنه وأرضاه نفذ هذه الآية الكريمة والقادمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، وكان عنده إيماء وعبيد، فكان الأولاد يخلوا سيدنا الإمام زين العابدين داخل، فكان اللي يعمل نفسه راكع واللي ساجد، فلما يشوفهم بيعبدوا ربنا يقول لهم إيه أنت حر لوجه الله. فبعض الناس قالوا ده الناس بيخدعوك، ده هم بيعملوا نفسهم بيصلوا عشان ينالوا التحرير العبودية.
فهو اللي حط القاعدة: من خضعنا بالله إن خضعنا له. إحنا برضك عايزين نقول برضو كده، حتى اللي بيقول لي أنا آسف وهو مش قصده أنه يعتذر بجد وكان في موقف ضعف، لا نأخذها برضو أنه هو من قبل وليعفو وليصفح. صحيح، لأنه مجرد أصلا فعل الاعتذار زي ما قلنا هو ثقيل على النفس. صحيح. فحتى لو افترضنا أن أنا كنت قاصد إهانة أو قاصد أن أنا أغلط لا قدر الله في حق حضرتك، وجيت في الآخر لقيت نفسي في موقف ضعف فاضطريت أقول أنا آسف أو أقول أنا مش قصدي، ما تقعدش تحرج في اللي قدامك، لا أنت كنت تقصد بدليل كذا بدليل كذا بدليل كذا. نرجع لكلمة التغافل اللي حضرتك بدأت فيها في بداية الحلقة، هعمل نفسي مش واخد بالي، خلاص تمام أنا سامحتك وكأني مقتنع أن أنت ما غلطتش في حقي، ده ثوابه كبير جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. وبالمناسبة ممكن اللي أنا سامحته ده يبقى ماشي من قدامي وهو في دماغه بيقول لنفسه أنا عرفت أضحك عليه، الفهلاوة اللي بنتكلم فيها كذا كذا كذا، يقول اللي يقوله، الثواب عند ربنا سبحانه وتعالى. الرجل اللي وقف أمام الله سبحانه وتعالى كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمعت عليه سيئاته ويدوروا له الملائكة على أي خير عمله في حياته مش لاقيين له، عملت حاجة في حاجة خير في حياتك تدخل بيه الجنة يقرره ربنا سبحانه وتعالى، فيقول لا ما مش لاقي لنفسي حاجة، طب تذكر، فيذكره ربنا سبحانه وتعالى وهو الأعلم بشيء، فيقول لم أفعل خيرا في حياتي يا رب إلا أنني كنت أداين الناس، أنا كنت بسلف الناس. صحيح. فإذا جاء موعد الدين بعثت غلمان يبعث الرجالة بتوعه علشان يستردوا الدين ويوصيهم، لو لقيته أن الشخص ده محتاج مهلة أمهلوه، طب لقيتوه متعثر وبقى في ضيق من الحال بعد مهلة واثنين وثلاثة سامحوه وتنزلوه له عن المال، فربنا سبحانه وتعالى يخبره أنه سامحه وغفر له وأدخله الجنة بعفوه عن الناس وبمسامحته في حقه مع الناس. عليك. يا سلام، يعني ربنا يجعلنا من العافين عن الناس يا رب العالمين. وأخطر شيء فعلا في الحياة مشاهدية الكرام أن الإنسان يبقى متعنت مع الناس، ما يسامحش أولاده، ما يسامحش نفسه، ما يسامحش زوجته، ما يسامحش حتى المجتمع نفسه. وسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أنبئكم بشراركم؟ فقالوا: بلى إن شئت يا رسول الله. قال: الذين لا يقيلون عثرة ولا يقبلون عذرا ولا يغفرون للناس. ثم سكت النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ألا أنبئكم بشر من ذلك؟ في أشر من كده يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: من يا رسول الله؟ قال: الذين لا يغفرون ذنبا ولا يقبلون معذرة. ثم قال: وهناك أشر من ذلك؟ فقالوا: أشر من ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم صلى الله عليه وسلم، من لا يرجى خيره ولا يؤمن شر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهناك أشر من ذلك؟ قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الذي يبغض الناس ويبغضونه. واحد كره الدنيا وكره الناس كلها ولا بيسامح حد ولا بيعفو عن حد، ده هو نفسه مش هتلاقي حد يكرهه بعد كده، هيكره نفسه. التسامح شيء عظيم وشيء جميل، تسامحوا فيما بينكم حتى يسامحنا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. نسأل الله أن يعفو عنا جميعا وأن يرفع عنا يا رب الغلاء وأن يرفع عنا الغمة وأن يصفي قلوبنا جميعا لأجله جل وعلا. مشاهدي الكرام، أشكركم على حسن المتابعة كما أتقدم في نهاية هذا اللقاء بخالص الشكر والتقدير لضيفي الكريم فضيلة الشيخ سيد عبد المنعم أبو السعود من علماء وزارة الأوقاف. أشكرك لك سعيد بوجودي مع حضرتك فضيلة الدكتور أحمد. كما أتقدم أيضا بخالص الشكر والتقدير لضيفي الكريم فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العظيم من علماء الأزهر الشريف. أشكرك على هذا اللقاء. شكرا لحضرتك دكتور سيد. وأترككم مشاهدي الكرام في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.